شي فكرا بمواعيدك كتبت لك زي الليلادي في يوم ميلادي غنوالة تفكرك علمني حبك أن أحزن وأنا محتال منذ عصور امرأة تجعلني أحزن امرأة أبكي فوق ذراعي مثل العصفور امرأة تجمع أجزائي كشظايا البلور المكسور علمني حبك سيدتي أسوأ عادات علمني أفتح فنجاني في الليلة آلاف المرات وأشرب ضد العطارين وأترك باب العرافة علمني أخرج من بيتي أمشط أرصفة الطرقات وأطارد وجهك في الأمطار وفي أضواء السيارة وألملم من عينيك ملايين النجمات يا امرأة تنتهي وخات الدنيا وجعي يا وجعنا
صحابك اللي هم منك الوشوش الاصطناعي عش ملح وعش علاني ناس بتوفي وناس اخاني واللي خان منهم وفيهم خاص لنجم الإذاعة نجم التلفزيون النجم الفنان أحمد عامر.